أهلا بكم محبي قناتي، قناة ياسمنت اليوتيوب وأخبار النجوم. النهاردة هنتابع التفاصيل الجديدة، وزي ما قلت لكم قبل كده قضية نيرة ومحمد كل يوم فيها جديد، وكأننا بالظبط بنشوف مسلسل تركي. أول مرة الشعب المصري يشوف قضية زي دي. النهاردة معانا الإعلامية منى أبو شنب، هتفجر معانا مفاجآت خطيرة جدا بخصوص القضية. المفاجأة الأولى بخصوص المستشار أحمد حمد والموكل بالدفاع عن محمد. بتحب تبلغه أو تبعت له رسالة، الرسالة دي تقروا انتوا بقى ما بين السطور عايزة تقول ايه. بتقول ان أهل محمد شافوه النهاردة، خاله وأخته، وبتقول كمان ان الأستاذ أحمد حمد ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وان هو قال قبل كده وصرح ان والدته كانت عايزة تشوفه ولكنها مريضة علشان كده أجلت الزيارة. ويبدو طبعا ان هي عايزة توصل لنا ان هو ما يعرفش اي حاجة عن زيارة أهل محمد ليه، فبلغته بالرسالة دي وكأنه مش بتابع خالص في القضية، او كأنه هو مش عايز أهل محمد يشوفوه. ايه اللي بيحصل ما بين السطور؟ هل الإعلامية منى أبو شنب هنا عايزة تقول المستشار أحمد حمد ان هو مش متابع القضية مظبوط، ولا ان هو بيسعى بجد علشان اهل محمد يشوفوه، او علشان يخرج محمد او يجيب له حكم مخفف؟ بالتاكيد طبعا هو مش هيخرج، بالتاكيد، لان هو قتل نيره على مرأة ومسمع من الجميع. ولكن هنا الامور فيها علامات استفهام كتيره، ودي اول شيء هنتكلم فيه النهارده. اما المفاجاه الثانيه اللي بتحضرها لنا منى ابو شنب والخاصه بمحامي نيره الاستاذ والمستشار خالد عبد الرحمن، وبيحاول يكسب بنت جديد وتعاطف جديد مع نيرة، وبيطلب من جيش خالد عبد الرحمن أو الناس اللي بتتابعوا وبتتابع القضية أن يغيروا صورة البروفايل بتاعتهم لصورة نيرة. وقالت منى أبو شنب أن ده نوع من التعاطف الجديد، وطبعا هنا تقصد أن فيديو المشرحة اللي انتشر من كام يوم وعمل ضجة على السوشيال ميديا أن اللي سربه هو المحامي، هو نفسه خالد عبد الرحمن. الحقيقة مش هي بس اللي قالت كده، اللي قال كده كمان، وده من خلال حلقة خاصة في مهمة خاصة مع الأستاذ أحمد رجب، تواصل هاتفيا مع الأستاذ عبد الرحمن خليل المحامي السابق لنيرة، واللي تنحى عن القضية وساب القضية للأستاذ خالد عبد الرحمن. هنشوف المكالمة الهاتفية دي هيفجر لنا مفاجآت فيها وهيقول إيه. من ضمن الحاجات اللي هنسمعها مع بعض كلنا وتخلي مخنا يشتغل ونفكر فيه إيه بالظبط، إشمعنى الوقت ده بالذات تم تسريب فيديو المشرحة؟ كمان هيبرأ الممرضات اللي نشروا الفيديو أو اللي صوروا الفيديو بمعنى أخص، وده لأن الممرضات قاموا بعملهم بالظبط، وقال إن الفيديو اللي اتعرض ده جزء من فيديو كبير، واتقطع الكلام بتاع الممرضات في الفيديو. من الطبيعي إن هم يصوروا فيديو أو يصوروا صور للقتيلة وهي داخلة، كنوع يعني من إثبات للواقع وإزاي دخلت الجثة وكانت حالتها إيه بالظبط. الفيديو بعد كده اتقطع. طب مين اللي سرب الفيديو وايه مصلحته؟ هو هيأكد لنا ان الممرضات مش من مصلحتهم تسريب الفيديو، لكن قال ان من مصلحة المحامي او المحامي اللي بيدافع عن نيرة او اسرة نيرة هو اللي حاول ان هو يسرب الفيديو، وده على حسب الاخبار المنتشرة على السوشيال ميديا، وده طبعا علشان يكسب تعاطف الناس. اشمعنى الفيديو انتشر في الوقت ده بالذات بعد 40 يوم من الجريمة، على الرغم ان الفيديو ده اتصور من يوم ما قتلها او من يوم وفاتها، وما اتصورش كمان في المشرحة زي ما هو منتشر على السوشيال ميديا، ده اتصور في الاستقبال اثناء دخول نيرة المستشفى العام. فهنا بيثبت براءة منى وانوار، لان مش من مصلحتهم ان هم يسربوا فيديو زي ده، لكن المصلحة لو فكرنا فيها بالعقل هتكون من مصلحة المحامي خالد عبد الرحمن او اهل نيرة، يعني الفيديو تم تسريبه عن طريق اهلها، وده بسبب تعاطف ناس كتير جدا دلوقتي مع محمد عادل. علامات استفهام كتيرة جدا في القضية. مباحث الانترنت في الفترة اللي جاية هتثبت الفيديو ده او السورس ده بتاعه خرج منين بالظبط ومين اللي سربه، وفي الحالة دي هنقدر نعرف اذا كان فعلا المحامي واهل نيرة هم اللي نشروا الفيديو ولا لا. ولكن هنا واضح ان الممرضات طبعا راحوا في الرجلين، لان بالتاكيد طبعا لو ثبت عليهم ان الفيديو ده خارج من الموبايل بتاعهم بالتاكيد هياخدوا حبس، طبعا الحبس ده ممكن يوصل لخمس سنين. دلوقتي بقى معادنا مع بعض نسمع الكلام من أصحاب، وهنسمع مع بعض دلوقتي الإعلامية منى أبو شنب وهي بتفجر المفاجآت اللي حكيت لكم عنها، وهنسمع باقي كلامها كمان، وهنشوف الأستاذ كمان أحمد رجب بعدها على طول، ومن خلال اتصاله الهاتفي بالمحامي عبد الرحمن خليل هنسمع بعض المفاجآت، وياريت نفكر في كل كلمة بيقولها علشان نوصل ونكون كادر عام للموضوع ككل، ونعرف أركان الجريمة اللي بتتضح يوم بعد يوم، إيه أسبابها، إيه دوافعها، إيه تفاصيل القضية. كل ده كل يوم بنكشف لينا جديد فيه. مفاجأة جديدة مداوية ورسالة للأستاذ أحمد حمد اللي كان محامي محمد عادل. أحب أعرفه أن تم زيارة أهل محمد له النهاردة.
ودي كانت أول مفاجأة معانا، وسمعنا من خلال كلام الإعلامية منى أبو شنب إن الأستاذ أحمد حمد كده بالشكل ده ساب القضية، لأنها بتقول الأستاذ أحمد حمد مفاجأة جديدة ليه اللي كان محامي محمد عادل. هل بالفعل أهل محمد عادل هم اللي خلوه ساب القضية، ولا إيه اللي حصل بالظبط؟ خلال الساعات اللي جاية هنعرف إزاي تخلى أو ساب القضية إجبارا أو اختيارا. النهاردة أهل محمد عادل شافوه في سجن الجمصة المركزي بإذن رسمي من المحامي العام. يا أستاذ أحمد، أنت حضرتك طلعت من فترة وقلت إن أنت بتجري على موضوع الإذن بتاع محمد عادل، وإن خال محمد قال لك أجل الموضوع شوية عشان مامته تعبان. أحب أبشرك إن مامته هتروح له كمان ومرة كمان، وإن هو وإن أخته وخالها شافوه النهاردة بالمناسبة يعني، وده بإذن رسمي عشان تبقى عارف يعني. حضرتك كنت بتقول في خلال 48 ساعة، والحقيقة ان قانونا ده ما بيحصلش خالص، لانه بيتم، حضرتك عارف، لو انت عارف الاجراءات، انا احب اقولها لك يعني لو انت مش عارفها، ان الاجراءات ان هم بيروحوا يقدموا المحامي العام، بعدين المحامي العام بيروح يبعت للسجن المركزي وبيبدي السجين الرأي في ان هو يقابل اهله ولا لا، وبعدين بيتم المقابلة. ده ترتيب يعني، ترتيب الطبيعي، التطور الطبيعي الحاجة الساعة. احب اعرفك بس وابشرك يا استاذ محمد، يا استاذ احمد حمد، ان اهل محمد شافوه النهارده، كانوا عنده الصبح، وربنا يفك كربه وسجنه ان شاء الله. المستشار خالد عبد الرحمن بيواصل هداياه لمحمد عادل، والحقيقه ان المستشار خالد عبد الرحمن ظهر في احد الفيديوهات بتاعته بيطلب من جيش سيف الحق خالد عبد الرحمن اللي هم بيتفرجوا عليه، مش عارفه جيش ايه يعني، انا ما اعرفش ايه الجيش، بس اتس اوكي يعني. ان الناس اللي هم بيتفرجوا عليه او الفانز بتوعه، ان هم يغيروا صوره البروفايل كلهم بتاعتهم، لان هم يحطوا صوره البروفايل بتاعت نيره الله يرحمها وهي لابسه فستان الفرح، عشان نكتر التعاطف مع نير. فيعني هو الحقيقه استاذ خالد عبد الرحمن مهتم جدا بالسوشيال ميديا، اهم بكتير من الجزئيات اللي موجوده في اللي انا هقولها له دي. اقول لك بقى يا استاذ خالد ايه الهديه. المستشار خالد عبد الرحمن، اقول لك ايه الهديه الجديده، اسمعني. المستشار خالد عبد الرحمن طلع علينا بفيديو أرى فيه التحقيقات بتاعة النيابة مع محمد عادل، مش كده؟ وبقصد أو من غير قصد ظهر لنا إن ما كانش مع محمد عادل محامي أثناء التحقيق. يعني لما حضرتك قريت التحقيقات بتاعة النيابة، حضرتك بقصد او بدون قصد اظهرت لنا ان ما كانش مع محمد عادل محامي اثناء تحقيقات النيابه، وزي ما حضرتك عارف ان ده سبب قوي جدا لنقض الحكم وسبب بطلان تحقيقات النيابه لعدم وجود محامي مع المتهم. الفيديو السابق اللي حضرتك شرحت فيه وضع نيرة في المستشفى بقصد أو بدون قصد، نفيت حالة التلبس. وزي ما انتوا سمعتوا معايا الجزء الأول من كلام منى أبو شنب، وزي ما انتوا تابعتوا معايا وشفتوا كل مخطط الأستاذ خالد عبد الرحمن واللي فضحته منى أبو شنب دلوقتي، هو إعادة التعاطف مع نيرة. هو بالتأكيد طبعا الكل متعاطف معاها، ولكن مع انتشار أخبار وتفاصيل القضية ومعرفة التفاصيل بالكامل، بدأت الكفة طبعا تميل ناحية محمد عادل، ويعرف أنه هو مظلوم أو أنه هو تعرض لضغط نفسي شديد جدا، وده طبعا كان دافع من دوافع القتل، مع العلم أن إحنا ما بنبررش القتل، لكن بندور على الدوافع. إيه اللي خلت محمد وهو طالب متفوق وطالب متربي أنه هو يعمل كده؟ تعالوا بقى دلوقتي نشوف الأستاذ عبد الرحمن خليل. علامات استفهام هيفجرها لنا وهيخلينا نفكر فيها بخصوص القضية. إذا كانت جريمة القتل هزت الرأي العام بره، فتسريب الفيديو هز مليون مرة. صح.
مش كل الناس شهدت المجني عليها، شهدوها وهي بتتذبح، انما ما شهدوهاش بالفظاعه دي، الجروح مؤلمه يعني، جرح الجرح القاتل اللي في الجنب الايسر اللي في الرئه شيء بشع، الجروح اللي في الرئه حاجه فوق الوصف في البشاعه والاجرام. ولكن كون ان حضرتك يعني المدعي الصادق بالحق المدني وتقول ان هناك احتمال بان اهليه المجني عليها هي التي قامت بنشر هذا، لا انا بقول الكلام اللي بيقال على السوشيال ميديا احمد، الكلام الذي يقال على السوشيال ميديا. ايوه هذا لو سعادتك طبعا متابع من السوشيال ميديا وانت من رواد السوشيال ميديا واحد مؤسسيها، الكلام ده بيقال على السوشيال ميديا وقالوا ناس كتيرة. من وجهة نظر الشخصية أستاذ عبد الرحمن يعني أنا بصراحة شايف يعني مش معقول يعني أن الأمور تصل إلى ذلك، يعني أن أهلية المجني عليها، ما أعتقدش يا فندم، أن بالعكس يعني هم المتضررين رقم واحد أدبيا يعني حتى في مثل هذا الأمر، ولكن يظل السؤال حائرا وتظل على علامات الاستفهام بصراحة يعني. ما عليك، انا محامي سابق وصديق الاسره محمد صبري المجني عليها، ومحامي سابق منسحب ومتنحي عن القضيه، وده يمكن انا كان ليا رؤيه ساعه التنحي، لو ساعتك كنت معايا ساعه ما اعلنت القرار ده واتخذته كنت معايا في العزاء بتاع نيره، وانا اتخذت هذا القرار مسبقا، يمكن مش بقول ان انا عالم باللي هيحصل، انما كان عندي تنبؤ بان الامور هتسير من سيء الى أسوأ، وده اللي حصل للاسف الشديد نتيجه البث المباشر والمستمر والتدخل في الاعلام والتصريحات ودي النتيجه اللي وصلنا ليها، لان ما زلت بعتبر ان انا من اهليه المجني عليها ويضرني، وانا لما شفت البنت ما يعني انا شفت الفيديو النهارده قبل الصلاه على فكره، قبل صلاة الجمعة أول مطالعتي للفيديو ده يعني قبل صلاة الجمعة من ساعتين ثلاثة ما شفتوش قبل كده، فمن ساعتها بصراحة متألم جدا ومش قادر أسيطر على مشاعري، أو مش عشان هي نيارة، لا عشان هي بنت مصرية في الأول وفي الآخر وفي النهاية هي نيارة وقريبة مننا والكلام ده. ولكن نوجز يعني رأي حضرتك أن هناك علامة أكثر من علامة استفهام يعني تطرح نفسها أمام هذه الجريمة. ما أنا دايما أنا بفكر تفكير منطقي شوية أحمد، أنا دايما أقول التصرف وراء مصلحة أو هدف، مين صاحب الهدف أو المصلحة؟ هل الممرضة؟ لا طبعا يعني أنا مش مؤكد، لا يعني هل جاء إعلامية؟ برضه مؤكد لا، لانه لو هو تحت ايد اي جهه اعلاميه ما كان انتشر وتم تداوله. بالظبط. يعني انما هو كان سابقا تم تداول بعض الصور. مش فيديو. ما هو اعتقد ان كان تم تسجيل بعض الصور من الفيديو ده قبل كده. صور فوتوغرافية، صور ملتقطه. اعتقد الايام القليله القادمه سوف هتكشف حاجات كتيره وهتفك الروابط والالغاز والخطوط المتشابكه اللي حاصله، تيشيرت اصفر وتدخل في الصوره من جميع الاتجاهات وشكوك من جميع الاطراف، والصوره اصبحت سرياليه بمعنى الكلمه احمد بيه. وزي ما سمعنا مع بعض الأمور بقت متضحة جدا، وبشوية من التفكير المنطقي هنعرف أن اللي سرب الفيديو ده هم أهل نيرة أو المحامي الخاص بنيرة وهو الأستاذ خالد عبد الرحمن، لكن اللي هيخلي ده شيء أكيد هو التحقيقات أو مباحث الإنترنت بالمعنى الأصح، ده من خلال تتبع السورس، الفيديو ده طلع منين ومن أنهي موبايل ومين اللي نشره. طبعا كل ده هنعرفه في الفترة اللي جاية من خلال التحقيقات، وإن شاء الله مستنيين طبعا النتيجة، وزي ما وعدناكم هنوافيكم بالتفاصيل الجديدة بخصوص القضية أول بأول، وهنحلل كل جزء طبعا من خلال الكلام اللي بنسمعه والأخبار المنتشرة. بشكركم جدا للمرة التانية لحسن الاستماع للحلقة، برحب بكل الناس الجديدة اللي انضمت للقناة، وما ننساش طبعا نضغط لايك للفيديو.